نشرة للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وبنظرة استشرافية وقيادة سديدة للسيد رئيس الجمهورية، كسبت الجزائر الجديدة معركة التحديات الكبرى بتحقيق الاستقرار الحقيقي ضمن مقاربة تكرس الحوار والتشاور وتضع المواطن في أولوية الاهتمامات. أحمد خير الدين. بما لا يدع أدنى مجال للشك، تحولت الجزائر الجديدة إلى حقيقة ساطعة لم تستطع عقليات الظلام وأيادي التشويه طمسها بأساليب بالية، ولم تعد تنطلي أيضا على الجزائريين والجزائريات الذين يرون بلدهم يستعيد هيبته ومكانته وقوته إقليميا ودوليا. ولعل من بين أكبر الإنجازات الاستقرار الذي أضحى علامة مسجلة في كل المستويات والمجالات رغم العثرات والهزات الخفيفة في بعض القطاعات، لكن عناية السيد رئيس الجمهورية دائما ما تتجلى في التوجيهات والتعليمات من أجل التدارك والتصحيح. الاستقرار في ثقافة الجزائر الجديدة لم يعد عنوانا عريضا يخفي وراءه الفشل والعجز، بل أضحى واضحا وملموسا في بلد لا يعيش وحده بل ينتمي لعالم مضطرب، أضحى الثبات والتحدي والصمود فيه أمرا يصعب على الكثير من الدول تحمله. وفي الخارج كما الداخل المنهج واحد، الاستقرار المحقق هو ثمرة الحوار المكرس بفتح قنوات النقاش مع الشركاء الاجتماعيين أو رؤساء البعثات الدبلوماسية للتحاور والإصغاء إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يشكلون الخلفية الصلبة للبلاد. ولأن الاستقرار يمثل معركة التحديات الكبيرة، كان رضا المواطن وراحته أولوية الأولويات لدى رئيس الجمهورية الذي يدرك بأن ذلك لن يتأتى إلا بالبرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الواضحة والمضبوطة. فكانت التوجيهات في مجلس الوزراء الأخير إلى جعل المواطن في صلب الاهتمام من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع تماشياً والبرنامج الرئاسي المحدد في الالتزامات 54 للسيد الرئيس. ولأن التقرب من المواطن والاستماع إلى انشغالاته عماد الاستقرار، جاءت التعليمات بتقليص الاجتماعات الحكومية إلا للضرورة وتوجيه كل الجهود إلى الميدان ونزول أعضاء الحكومة إلى الولايات ضمن رزنامة محددة بناء على الأولوية في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين. ولأن رضا الشعب أيضا هو المقياس الأوحد لحسن الأداء لبناء جزائر قوية ومهابة، وجه السيد الرئيس تحذيرا شديد اللهجة للوزراء لتفادي التسويف والوعود دون تنفيذها بما يعيق تحقيق الاستقرار، مشددا دائما على الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام. خلال الشهر الفضيل وبهدف توفير المواد الاستهلاكية وتجنب ندرتها، تعكف مديرية التجارة بولاية ورقلة على مراقبة حركة تموين سوق الجملة للخضر والفواكه. المراسلة لمحمد السنوسي عياض. تزامنا ودخول شهر الفضيل، يشهد سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بولاية ورقلة حركة متزايدة لدخول أهم المواد الاستهلاكية من الخضر والفواكه بهدف تموين السوق المحلية وأسواق الولايات المجاورة. بالنسبة للمواد للخضر والفواكه كل شيء متوفر، ما عندنا حتى نقاص في حتى شيء، الحمد لله موفرين كل شيء من كل أنواع وكل أشكال، وتوصل بكل جودة وبكل نوعية وبكل أسعار تنافسية. السلع متوفرة والأسواق مدى صوب، سمعنا نهار نهار هاك ونهار هاك، وفي المتناول برب إن شاء الله كل. السلع متوفرة، السلع متوفرة كلش. يعني الاسوام لاباس بدات تطيح، يعني مع يلحق ايامات العيد ان شاء الله تصير تطيح الاسوام. وفرة في المنتوجات الاستهلاكية وتنوعها على مستوى 45 محلا تجاريا تنشط داخل هذا الصرح التجاري الموجه لتموين ولايات الجنوب الشرقي. السلع هنا راهي تدخل بطريقة يعني عادية ومن مختلف ولايات الوطن. وحنا الدور تاع مديرية التجارة هنا راهو الدور نقولوا احنا مستمر ودائم فيما يخص المراقبة من حيث دخول السلع ومدى وفرتها داخل هذا الصرح التجاري. الاستهلاك العقلاني وترشيد النفقات مع وفرة المعروض كفيل باستقرار الأسعار.
وبغرض تطبيق معايير السلامة الصحية لحفظ وتبريد المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، أزيد من 150 فرقة لمراقبة مختلف النشاطات التجارية بوهران خاصة خلال الشهر الفضيل حفاظا على صحة المواطنين. خير أبو طالب. قصابات لبيع اللحوم، أسواق يومية، محلات لبيع المواد الواسعة الاستهلاك، ذلك ما عاينته مصالح التجارة خلال خرجة ميدانية تحسيسية حفاظا على سلامة المستهلك خلال الشهر الفضيل، وهو ما استحسنه المواطنون. ماذا بيا كيما هكذا، ماذا بيا اجور هذو الصوالح في لاكاليتي في النقاوه، راكم واقفين الله يبارك ما شاء الله. المراقبه هذه اللي كديروا فيها تاع النظافه وتاع هذو الصوالح اللي نشوفوا فيهم في البيغيمي، زعما ماذا بينا تراقبوا كل يوم تراقبوا هذو الصوالح. هي مليحه ومليحه للمستهلك حتى يقتني واشياء ما تضرش في صحته. خلال شهر رمضان الكريم يتم تكثيف الخرجات الميدانية على مستوى حلقة التسويق، أين تتم مراقبة مختلف النشاطات التجارية. من بين هذه النشاطات التجارية عندنا محلات بيع اللحوم بأنواعها، أين يتم معاينة مدى تقيد التجار للشروط الصحية المطلوبة أثناء عملية عرض اللحوم للاستهلاك، صلاحيتها، شروط الحفظ والتبريد. هذا وقد جندت مديرية التجارة لولاية وهران أزيد من 150 فرقة لمراقبة مختلف النشاطات التجارية، لا سيما التي تلقى إقبالا واسعا من طرف المستهلكين. تم تسخير من ناحية أعوان قمع الغش 140 عون، والممارسات التجارية 171 عون، أي ما يقارب 155 فرقة لمتابعة تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية والواسعة الاستهلاك. هي خرجات تفتيشية هدفها تحسيس التجار المخالفين بضرورة احترام القوانين من خلال ممارستهم لنشاطاتهم اليومية. في النشاط البرلماني يعقد اليوم المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة مخصصة لتوجيه 17 سؤالا شفويا تخص قطاعات السكن والعمران والمدينة، التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة والفنون، الفلاحة والتنمية الريفية والاتصال. شكرا سيدة الوزيرة على هذا الجواب الصريح. سيدة الوزيرة، كما تعلمون أن مدينة عنابة مدينة سياحية وثقافية بامتياز. دوليا وفي الأراضي المحتلة يحيي اليوم الفلسطينيون الذكرى 47 ليوم الأرض، حيث استشهد وأصيب واعتقل في هذا اليوم من عام 76 900,000 العشرات من الفلسطينيين وهم يدافعون عن أراضيهم التي حاول الكيان الصهيوني مصادرتها بالقوة وسط مواصلة الشعب الفلسطيني معركة النضال والصمود في وجه المشروع الاستيطاني الصهيوني من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة. وعن فعاليات إحياء يوم الأرض بغزة رصد مراسلنا وسام أبو زيد ما يلي. بالفعل الفلسطينيون اليوم يحيون الذكرى 47 لذكرى يوم الأرض في كافة المناطق الفلسطينية، سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية أو هنا في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تنظم أيضا وقفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمشاركة الكل الفلسطيني، إضافة إلى وجود عدة فعاليات مختلفة ومنفصلة، منها زراعة الأشجار على الحدود الشمالية والشرقية وفي الضفة الغربية، أيضا مسيرات في مناطق التماس للاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي. فيه هذا اليوم يؤكد الفلسطينيون أنهم يتشبثون ويتجذرون في الأرض هذه رغم كل الأفعال ورغم كل الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال الأرض ورغم كل بناء المستوطنات وعمليات الهدم التي تقيمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي رسالة الشعب الفلسطيني في يوم الأرض. الشكر موصول لوسام أبو زيد مراسلنا من غزة. في الرياضة، اختتم وفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم زيارته بمعاينة وتفقد المنشآت الرياضية التي وضعتها الجزائر في ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025. الموعد أمس كان مع آخر محطة بالجزائر العاصمة، حيث تمت معاينة الملاعب والمرافق الرياضية بها بالوقوف على ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة وملعبي الدويرة ونيلسون مانديلا.
نبقى في جو الرياضة لكن بصورة أخرى. تستقطب الفضاءات الترفيهية خلال الشهر الكريم العائلات والشباب الهاوي لممارسة مختلف أنواع الرياضات المفضلة، وذلك حفاظا على صحتهم. روبورتاج لينا بالعيد. هنا بهذه الفضاءات الترفيهية التي تستهوي العائلات ومحبي الرياضة، اختارت هذه السيدات مزاولة التمارين الرياضية وتكييفها مع الأوقات المناسبة خلال فترة الصيام حفاظا على الصحة الجسدية واللياقة البدنية خلال الشهر الفضيل. ممارسة الرياضة في هذا الوقت بالذات في رمضان شيء نافع جدا سورتو بوغ لا فام. الرياضه في شهر رمضان فريمون يلاق العبد يجي يدير الرياضه باسكو سورتو قبل المغرب، حنا مع الكوتش تاعنا الحمد لله. لممارسه النشاط الرياضي خلال شهر الصيام فوائد عده، شرط التقيد بالتزام الاوقات المناسبه للرياضه واتباع نظام غذائي صحي وملائم. كاين اقبال سورتو كيما لي ويكاند ولا كاين ما في السمانة شوية باسكو الناس تخدم الناس هذيك، كاين اللي يفرغ لها اللي يحب الرياضة بزاف يفرغ لها بزاف، وكاين اللي الظروف تاعو تخليهش يجي كل يوم. احنا كيما احنا هكذايا كل يوم. قول للناس اللي تخاف تمارس الرياضة، احنا با ميو كيما يقولوا لونتخيرمون اجا في شهر رمضان تكون الاز باش دير كيما يقولوا التمارين ديالك، حتى التمارين في رمضان ما راحش يكون كبير كيما في الفطر الايام العادية تاع السنة. احنا نقربوا لي زونترينمون للمغرب وكيما يقولوا التمارين لي زيكزارسيس ما تكونش شده ترافاي انتونس في التمرين ديالو، راح يكون ليجي وما نخدمو من 45 حتى 50 مينيت. ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل لها أهمية بالغة وفوائد عدة، من شأنها المساهمة في الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للإنسان. ونختم بالقامة الفنية عبد القادر شاع والذي أحيا سهرة أمس بالعاصمة سهرة فنية رمضانية أمتع خلالها جمهوره بأجمل باقة من أغانيها التي تفاعل معها محبو الطرب الشعبي الأصيل. ما نسمع غير كبارة والطيار يمين وشمال في زمزم ما خفاك حال يسقيني بالكبير تما وهدي بالناس في الجنة سلام الله على المشايخ مفتح الورد في الكمال المطار الناس الانزال. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.